الافراد على استقرار الاسره والانشاد. اقولها لكم بدل المره 10 عمر اللاعب ربما لا يتجاوز العشر سنوات في مساره، لازم ان يستغلها كما يجب. كل ما ضحى كل ما نال مراده، كل ما وصل للقمه، وبالتالي لازم انكم توصلوا شهاداتكم وتبتعدوا عن كل ما يمكن ان يسيء لمساركم. شات كره من عبد الصمد، يا سلام، هدف ولا اروع، هدف ولا اروع من موسيقار هذه المباراه، من واحد من مبدعي البطوله الوطنيه. من حقكم ان تتفاعلوا بهذه الطريقه مع هدف من اجمل اهداف البطوله الوطنيه في الزاويه 90. اين ينام عبد الصمد المباركي؟ عاده ينام في زمن الإبداع ويستيقظ على الإبداع، ومبدع من زمن المبدعين وموسيقار البطولة الوطنية. يا أخي فهد السمد، جاوزت ربما 34 سنة ولازلت قادرا على تسجيل أهداف بهذه الطريقة. عبد الصمد المباركي شيء استثنائي في كرة القدم الوطنية. فلتمن فلتات الزمن الجميل يا سادة، تابع الإعادة لهدف جميل وجميل جدا. ما كانش في الزاوية 90، لكنه هدف جميل، لكنه هدف جميل من عبد الصمد المباركي. 1-0 نتيجة المباراة، الهدف من عبد الصمد المباركي. من حق الزممرة أنها تكون سعيدة اليوم بهذا الهدف، هدف حدود دقيقة 67. الشيخ سعيد يوظف كل لاعبيه، يوظف كل مفاتيح اللعب في هذه المباراة. مشات كرة نبضت أتلتيك زمامرة لانطلاقة مرشاد، مرشاد مرشاد هشام، مشى هشام لوحده، عنده أتشاباو، عنده أتشاباو، كرة في القائمة الثانية، إمكانية عبد الصمد المباركي. يا سلام، قلتكم أنه موسيقار، قلتكم أنه مبدع، قلتكم أنه فتاة جاي من عالم آخر، من زمن آخر، من زمن المبدعين. يسجل ثنائية في هذه المباراة، دقيقة 69. جماهير الزمامرة في قمة السعادة، في قمة الانبهار، في قمة الفضول لكي تتابع نهضة أقوى، نهضة قادر على منافسة الأقوياء في البطولة الوطنية. تصبح النتيجة 2-0 رجل هذه المباراة، ولو أن المباراة لم تنتهي بعد. عبد الصمد المباركي مان اوف ذا ماتش، وعبد الصمد المباركي لأنه يستحق هذا اللقب ويستحق كل الألقاب الجميلة في كرة القدم الوطنية. منذ انطلاق المباراة كنت أتحدث عن اللاعب الشيخ، أكبر شيخ في كرة القدم العالمية، اللاعب المعمر في سن 52 سنة في كرة القدم العالمية، اللاعب الياباني كازويوتشي ميورا في 52 سنة. غير سعيد لتضيع لفرصة مثل هذه، معليش، لكرة القدم ولسنة كرة القدم. أتشاباو، ضربة خطأ عبد الصمد المباركي، يبحث عن أسيست هذه المرة بعد ما تولى إبراهيم ورفاقه. كرة من إبراهيم، إبراهيم يا إبراهيم، حضر كرة إبراهيم لكياني، كياني كياني كياني، يا سلام، هدف ولا أروع، هدف من عالم آخر. كياني يا كياني، كياني يا كياني، أبدعت، كفيت وفيت في الكرة الماضية. نهضة أتلتيك الزمامرة، من حقكم أنكم تستغربوا، من حقكم وأنكم تعجبوا مما يجري اليوم لنهضة بركان أمام نهضة أتلتيك الزمامرة. أهداف أقل ما يقال عنها أنها رائعة، أهداف جميلة، أهداف في قمة الروعة. زكريا كيان يقدم أوراق اعتماده في مباراة اليوم بأفضل صورة وبأفضل طريقة. إبراهيم يا إبراهيم لكياني، كياني يا كياني، كياني يا كياني، سدد كرته بهذه الطريقة، هزم زهير وهزم النهضة البركاني وسجل هدف بالقدم اليوم، هدف رابع في المباراة، هدف رابع في المباراة. 4-0، 4-0، يطمعون في المزيد، يطمعون في المزيد في هذه المباراة النهضة البركانية. كرة من ألان، تضيع، تتحول من جديد للأتليتي سعد اللامطي. كرة من الطرف الأيسر، قلت لكم أنه انهيار كلي، انهيار كلي للنهضة البركانية في مباراة اليوم. أنس رغات، أنس، مشى أنس، مشى أنس، كرة، كرة لإبراهيم، والهدف الخامس، الخامس
فلسطيني نهضة أتلتيك الزمرة. 5-5 على الأتلتي اليوم، خماسية أمام النهضة البركانية في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة الوطنية. نهضة أتلتيك الزمرة يضرب بالخمسة، نهضة أتلتيك الزمرة يطيح بالنهضة البركانية بالخمسة، 5-5 في مباراة اليوم. إبراهيم اشاد كثيرا وهو ينال مراده ويسجل هدف من حصيلة خمسة، 5 أهداف بالتمام والكمال. النهضة البركانية انهار تماما أمام نهضة أتلتيك الزمرة في قمة أداء وطارق السكتيوي. نظرات رجل لا تحتاج منا لأي تعليق. إبراهيم والخمسة، 5-5 النهضة البركانية في 11 مباراة استقبلت مرمى 5 أهداف، واليوم تستقبل مرمى 5 أهداف من نادي واحد.